غير مفاجئ الصراحة حجم التركيز عليه اليوم. انطلاقته كانت مميزة في الدوري، فهل يواصل عطاء والتألق؟ لا تذهبوا بعيدا، نحن على بعد دقائق من انطلاقة هذه المباراة الممتازة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي. لدينا اليوم فريق وولفز يواجه فريق ليستر سيتي، على أمل بأن نشهد مباراة كبيرة من الفريقين وأن ترتقي لمستوى التوقعات والتطلعات. يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. ضاعت الكرة. وولفز ينطلق بالكرة للأمام باتجاه المنتصف. أوهو، يبعد كرة خطيرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. ممتاز المرور، بيعدي بيتخلص من الرقابة. عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. افتكاك ممتاز للكرة. صراع قوي لافتكاك الكرة. بمروة تقدم الكرة. في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على الكرة هنا. ينجح وولفز إذن في التقدم في النتيجة. اعتراض للكرة. قوة بدنية كبيرة في الاحتفاظ بالكرة على الرغم من أنه فقد توازنه. ضغط عالي لا يترك مساحات. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحة. أمام مساحة في هذه اللحظات. حارس المرمى قام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة قريبة، لكن حافظ على تركيزه ونجح في الاختبار. راحت الركنية تبعد الخطورة. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة في المرمى. الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فيها خطورة. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. نشوف الهدف من جديد، بينية ترسل بشكل خطير ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. عرضية تصل إلى الصندوق. قد تكون هذه الفرصة. روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. كرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب، رمي التماس. فرانشيسكو أتشيربي. تدخل اللاعب يفقد الكرة. بيعدي فيها، فرصة الآن. قطع للكرة في الوقت المناسب. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. ضغط ناجح في الأمام. الله على الكرة، تجاوز فيها بشكل سليم. الله
على ميزة حارس المرمى الكبير، حارس يظهر في مثل هذه المواقف انفراد صريح. لا أحد كان سيلوم حارس المرمى، لكن شوف التصدي، شوف القدرات، يحافظ على النتيجة. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. سددها، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. جابريل جيسوس، النتيجة 3-0 مع نهاية. ضربة البداية للشوط الثاني الآن مع فريق ليستر سيتي. لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. كرة بينية خلف المدافعين. تصدي ممتاز هنا، كرة صعبة من مسافة قريبة، لكن شاهدنا ردة فعل سريعة وإنقاذ للموقف. تصدي من كاسبر شمايكل. هنا في مكان خطير. أوهو، أي حارس مرمى، أي كرة وأي تصدي، مرونة خيالية، رشاقة غير عادية. حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. بيمر فيها بعديه. جريات هائلة للتصدي لهذه الكرة. تمركز اللاعبين في المنطقة استعدادا لضربة ركنية. أوناي نونيز، اعتراض يمنع مرور التسديدة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. في مساحات موجودة لكن لازم استغلال الكرة المرتدة. هجمة مرتدة غير مستغلة والكرة بتضيع. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. بيرسل الكرة. دعوني أقدم لكم لمحة عن واجهة ليستر سيتي المقبلة، حيث سيواجه الفريق اللندني توتنهام هوتسبير في اللقاء القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. أتوقع المباراة ما تكون سهلة ورح يكون عليهم تقديم أداء كبير لضمان المساحة أمامه في هذه اللحظات. ما زالت الكرة خطيرة. مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. جميلة في مكان. الله على هذا التصدي، هكذا يجب أن يكون التحليق وإلا فلا. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. الله على الكرة، المدافع يتحول إلى حارس مرمى، يبعد كرة من على الخط. لم تمر. ضغط ناجح في الأمام. أرضية في وسط البوك. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. ولعب الشوت. الله على اعتراض التسديدة. يتعرض للضغط كبير. يستخلص الكرة الآن. تدخل قوي لكن بدون أخطاء. مستحيل. هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت.
كاد حارس المرمى ان يتصدى، شوف كيف لمسها، لكن الكرة اكملت طريقها الى الشباك. الان بدا العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة. الان اصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا اعتقد بان هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. مخالفة ستنفذ الان من مكان قريب جدا وخطير. يا الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول. ريكاردو بيريرا، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. تبديل سجل في هذه اللحظات تبديل طبيعي في رأيي وأمر منطقي، لأننا نشاهد مستويات كبيرة. أوه، الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. متقدمين في النتيجة ومع ذلك يستمرون يهاجمون يضربون، هدف آخر في الوقت بدل الضايع. الله على هذه القوة، هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درس. انتهت الحكاية هنا مع الصافرة وفوز لمصلحة أصحاب الأرض. أداء كبير وفوز كاسح و3 نقاط مستحقة، كان الطرف الأفضل. راحت الركنية تبعد الخطورة.